رائد الأعمال المصري نجاتي بيقول إن أم خالد ليها تأثير أكبر من مشاهير التلفزيون. نشر رائد الأعمال محمد أبو النجا الشهير بنجاتي على حسابه على لينكد إن إنه كان في ميتنج مع وكالة إعلانات، واتقال في الميتنج ده إن أم خالد التيك توكر المعروفة أنجح فعليا بالأرقام من مشاهير وفنانين التلفزيون لما بيعملوا إعلانات، وخاصة لو كان محتوى الإعلان منتج غذائي. وأكيد طبعا كان في كومنتات مختلفة، في اللي كان مؤيد وفي اللي كان معارض، لكن هو حتى كان بيرد على كلام الناس اللي بتعارض وبيقول لهم ده مش كلامي، ده كلام الأرقام. وكان رأي المؤيدين إنه ذكاء جدا من القائمين على الإعلان إن هم يختاروا حد مناسب زي أم خالد لأنه هيتارجت شريحة معينة من الناس. أما المعارضين فكانوا معارضين فكرة الإنفلونسرز والبلوجرز من الأساس، وشايفين إنه انحدار في مستوى الإعلان إن احنا نطلع التيك توكرز على التلفزيون. وبالمناسبة كمان ده مش أول إعلان تطلع فيه أم خالد على التلفزيون في رمضان ده، لأ كمان عملت إعلان لكافي ميكس من شركة بونجورنو. قولنا رأيك إيه في الكومنتات، هل شايف إن ده ذكاء ولا انحدار؟